السلام عليكم، أنا دكتورة قمر. اليوم إن شاء الله رح نكمل بسلسلة محاضرات الجراحة اللي هي Basics of Surgery. بالمحاضرة السابقة حكينا بأول محاضرة شوية على الـ Surgery in Children والـ Differences between الـ Children والـ Adults والـ Fluids اللي نعطيها للـ Children Preoperatively. هسا بهاي المحاضرة رح نحكي على الـ Warfare Injuries اللي هي الإصابات اللي تصير خلال فترات الحروب أو خلال فترات يعني الانفجارات وهالأشياء. الـ Warfare Injuries أول شيء إنه من أكثر الـ Injuries اللي يصير بفترات الحروب هي تصيب الـ Central Nervous System 31% تقريباً. عندنا 25% هي Torso Trauma Uncorrectable، يعني ما نقدر إن نصححها يعني جراحياً. 10% تكون Surgically Correctable Torso Injuries، يعني هاي ممكن إنه بالتداخل الجراحي نرجع المريض طبيعي. التورسو هو الجذع، يعني جذع الجسم. تقريبا 12% هي نتيجة infections و complications of shock. 9% نتيجة يعني extremity wounds اللي هي الجروح اللي تصير بال extremities، يعني مثلا بالإيد بالرجل. 5% نتيجة tension pneumothorax. 7% نتيجة blast trauma اللي هي نتيجة الانفجار والضغط العالي. 1% نتيجة airway obstructions. هاي يعني roughly الاستيميشنز والنسب اللي تصير بها الانجريز خلال فترات الحروب. الميلتري فيتاليتي ريتس اللي هي معدلات الوفيات اكثر شيء تصير باقل من 5 دقائق، يعني الوفيات تصير عاده اغلبها باول ما يصير التعرض للانجري، وهاي اغلبها تكون نتيجه انه الاير واي مثلا يصير بي اوبستراكشن، ما يقدر يتنفس، يصير عنده بليدنج وسيركيليتوري كولابس. ممكن انه وراها انه تصير انه الداث نتيجه مثلا انفكشن، نتيجه انه هو مثلا اونجوينج بليدنج، بس احنا اكثر الداث يصير باول 5 دقائق وراء الانجري. اكثر الاجزاء الجسم اللي ممكن تنصاب هي الهيد والنك، التورسو، الاكستريميتيز، الابر واللور اكستريميتيز والبلبس. زين هسا احنا شنو الجول مال الكومبات سيرجري؟ يعني الكومبات سيرجري اللي هي التداخلات الجراحيه بالحروب، الكومبات اللي هي يعني الحروب. احنا الهدف مالتنا اول شيء ريتيرن جريتست نمبر تو كومبات، يعني انه احنا نحاول نعالج الجيش بحيث انه اكثر عدد ممكن منهم ورا الاصابه انه ممكن يرجعون بسرعه لمنطقه الحرب ويعني يسوون شغلهم. تو سيف لايف، نحاول انه نحفظ حياتهم. to save limb، ممكن انه واحد انه صار عنده injury باللمب مالته سواء انه upper extremity lower extremity، فاحنا بالتداخل الجراحي السريع انه ممكن نحافظ على اللمب هذا وما نسوي له amputation. and to save eyesight، هواية من الاصابات ممكن تصير انه بمنطقة العين، فاحنا التداخل الجراحي السريع ممكن انه نحافظ على النظر. البرنسبلز اللي نستخدمها اول شيء انه لازم عندنا priority of care، يعني احنا لازم نسوي شيء يسموه ترياج. ترياج اللي هو نفصل المرضى المصابين اللي الاصابه مالتهم كلش خطره عن اللي الاصابه مالتهم يعني لا باس بيها، انه ممكن ينتظرون شويه وما يصير على حياتهم خطر. فلازم انه عندنا priority of care. treat the wound not the weapon، احنا نعالج الجرح بغض النظر عن الويبن اللي يستخدموه، بس اكيد احنا الويبن هم مهم لانه اكو انواع مثلا الطلقه الإصابة مالتها تختلف عن السكينة وهكذا، فيعني إنه إحنا هم نأخذ بنظر الاعتبار الوبن اللي استخدم حتى يسوي هذا الوند. لازم إنه يعني نسوي prevention للinfection as much as possible، يعني infectious complications كلش خطرة وهي هم من أسباب الوفاة اللي ما تكون early on، يعني ممكن إنه ورا يومين 3 أيام إنه واحد يموت نتيجة مثلاً انه يصير عنده سبسز. فلازم انه احنا نخلي ببالنا الانفكشن والانفكشن كنترول اند مينيمايز ريزيدوال ديسابيليتي، يعني نحاول ايش قد ما نقدر انه نرجع الشخص الى وضعه الطبيعي باقل ديسابيليتي ممكنه، يعني مثلا انه نداخل جراحين بحيث نمنع الامبيوتيشن يصير برجله مثلا، بالتالي انه هو اذا ما صار امبيوتيشن هو راح ممكن يرجع لحياته الطبيعيه بشكل اسهل. شنو أنواع الإصابات اللي ممكن تصير؟ ممكن عندنا penetrating injury. penetrating يعني تخترق الجسم، مثلا إنه طلقة تسوي penetrating injury. ممكن blunt injury. blunt injury يعني عادة ما بيها wound خارجي، ماكو جرح خارجي، يعني مثلا واحد اندعم بسيارة، اندعم مثلا بدبابة، إنه هو ما صار عنده جرح خارجي وإنما إنه ال damage صار inside، يسموه blunt injury.
environmental injury و blast injury. blast injury اللي هي هاي نتيجة explosions عادة، اللي هي الانفجارات اللي تصير وراح نتطرق لها بعدين. بالنسبة إحنا لل for example الطلقة من تنضرب، هي الإفكت مالتها ما رح يكون فقط بمكان دخلت هذا الطلق، وإنما أنه رح يكون داير مدايرها. هم أكو مثلا أنه الهيت الإفكت مال الهيت، الحرارة، السرعة اللي تفوت فيها هاي الطلقة، الغازات اللي تنطلق منها، كلها ممكن تسوي دامج للسراوندينج تيشو. فاحنا لازم انه لهذا قلت لكم انه الوابن هو فشي هم مهم انه احنا لازم ناخذه بنظر الاعتبار، لانه مثلا الكات انجري اللي يصير بالنايف بالسكينه يختلف عن الانجري البنتريتنج انجري بالطلقه او البنتريتنج انجري اللي يصير نتيجه الشظايا. فاذا كل شيء احنا نتعامل وياه بطريقه معينه حسب الايفكت اللي دا يصير. شنو معنى الفراجمنتس؟ الفراجمنتس اللي هي مثل الشظايا، هاي الشظايا اللي تجي عادة من الأشياء المتفجرة، سواء من انفجار، من عبوة، من أي شيء. هاي الشظايا اللي تدخل بالجسم وتسوي يعني دامج، وعادة إنه هي تكون أعدادها كلش هواية، ويعني تصيب مثلا اللمب كله، إنه نشوف به شظايا متعددة. ممكن هاي تكون من الجرينيتس اللي هي المتفجرات، المنتحرين اللي هم الهوموسايد بومبرز اللي هو يفجر نفسه، الحزام الناسف مثلا، كار بومبرز، وتكون variable بالشكل مالتها، بالحجم مالتها، وبالمكونات مالتها. يعني اكو غازات مختلفة انه التأثير مالتها على الجسم رح يكون different، يعني مثلا انه شظية معينة بيها فد types من الغازز معينة يكون الإفكت مالتها يختلف عن الشظية الأخرى. الفراجمنتس هي مو نفسها الشاربنلز. الشاربنلز اللي هي يعني الأشياء الحادة اللي مثلا انهم يستخدموها مباشرة، بينما الفراجمنتس لا، انه هاي نتيجة انفجار معين انه تطلع من هاي العبوة مثلا او السيارة المتفجرة وتصيب الأجزاء المختلفة، بينما الشاربنلز لا، انه هي فتشي يستخدموه بشكل مباشر. بالنسبة للإكسبلوسيف ميكانيزمز اللي هي الانفجار، احنا من يصير عندنا فد انفجار معين الإفكت مالته رح يختلف، انه رح يكون عندنا primary effect، secondary، tertiary والquadrinary as well. هذا يعتمد على شنو احنا يعني الشخص هو من يكون قريب على الانفجار التأثر مالته بالانفجار رح يختلف مما انه هو يكون بعيد عنه. هاي تعتمد على مثلا انه احنا الغازات اللي رح تطاير، الشظايا اللي تطاير، الهواء او الضغط العالي اللي راح يصير إذا كان قريب على الانفجار. فعندنا أول شيء هو يسموه البلاست ويف أو البرايمري إفكت، اللي هو هذا الشخص من إنه يتعرض للأول يعني ضغط عالي نتيجة هذا الانفجار. هذا البرايمري نتيجة بريشر إفكت، يعني بريشر ويف. أول ما ينفجر هذا مثلا المكان اللي بيه متفجرات، أول ما ينفجر الضغط راح يكون كلش عالي، راح يأثر على الشخص القريب. فهذا البريشر شنو ممكن يسوي؟ ممكن البريشر العالي يسوي دامج باللنج، يسموه لنج باروتروما. باروتروما يعني انه دامج نتيجة الضغط العالي، يسموها بلاست لنج. او ممكن انه يسوي رابتشر بالتمبانيك ممبرين، ممكن يسوي perforation اللي هو يعني فتق بالباول بالامعاء، سيبير سيريبرال contusions as well. I think هاي contusions مو continuous. فإذا هاي الأول wave من الانفجار يسموها blast wave or primary wave، هاي نتيجة البرشر اللي يكون كلش عالي من الشيء اللي دي يتفجر. هذا شنو راح يسوي؟ راح يسوي pressure effect. البرشر effect ممكن يؤدي إلى lung barotrauma، ممكن tympanic membrane rupture، perforation بالباول، ممكن severe cerebral contusion as well. هذا اللي هو يكون responsible for death. يعني هاي احنا قلنا هو أغلب الدث يكون بأول 5 دقائق من الإصابة، اللي هو هاي الأشياء هاي اللي responsible for death. الـ subsequent يعني effects اللي هي secondary والtertiary والquadrinary هم إنه هي تسوي cause of death، تكون cause of death، بس بالنسبة أقل لأنه ممكن واحد يسيطر عليهم. فإذا السكندري إفكت وراء الانفجار هو البنتريتنج. بنتريتنج يعني إنه رح تطلع الفراجمنتس والدبري اللي هي الشظايا من مكان الانفجار ورح تصيب الأشخاص القريبين، خاصة إنه أكثر الأماكن إصابة جذع مال الجسم إذا كان أنا بروتكتد، واحد ملابس يعني مثلا إنه خاصة بالحروب وهيج مثلا يلبسون الحزام، مو حزام ما أعرف شو يسموه، الواقي. فإذا كان ملابس هيج أشياء ممكن هو الأنبروتكتد تورسو يفوت في شظايا.
الاكستريميريز الايد الرجل العين والهيد اند نك. هاي ريسبونسبل فور ووندينج. فاذا البرايمري هو ريسبونسبل فور ماجورتي اوف ديث، السكندري ريسبونسبل للجروح للووندينج. التيرشري اللي يسموه بلانت، هذا البلانت اللي هو يعني نتيجة الشخص وراء الانفجار، يعني بالتيرشري ستيج انه نتيجة الضغط العالي اللي صار ممكن انه هو يندفع الى مكان بعيد ويوقع، فنتيجة الوقع مالته مثلا ممكن يصير عنده كسر، ممكن يصير عنده فت كونتوجن. فاذا هذا التيرشري هو نتيجة الفولز ونتيجة الكراش اللي يصير. الكوترنري اللي هو التأثير الرابع، هذا نتيجة الثيرمال إفكت، نتيجة الحرارة العالية اللي راح تصير نتيجة هذا الانفجار. ممكن شنو يسوي هذا الثيرمال إفكت؟ ممكن يسوي exacerbation of pre-existing condition، يعني انه هو واحد عنده مرض سابق نتيجة الإفكت اللي صار من الثيرمال وهذا الانفجار، حتى لو انه هو ما انصاب بشظايا، حتى لو انه هو ما وقع، حتى لو انه هو ما صار عنده perforation ولا اي شيء من الإفكت اللي حكيناها، ممكن يصير عنده exacerbation of a pre-existing condition. فبالنسبة للكاجواليتي from explosion، الكاجواليتي يعني الطوارئ، يعني أنا من يجي لي شخص للطوارئ هو متعرض للانفجار لازم أنا أعرف شنو التايب مال الانفجار اللي صار، الانفيرمنت مال الجرح مالته، هل إنه هي مثلا الووند مالته مسدود صاير عنده blunt injury، ما صار إنه جرح خارجي لو إنه هو open wound، اللي دي يوصله هم إنه يعني جاب إسعاف مثلا وقدروا يسووا له الإسعافات الأولية، لو إنه شايلي إنه مثلاً for example بهاي السدوتات أو شيء، فبالتالي إنه هو يجوز الدامج ما تصار أكثر. الراديوس from the blast لازم أعرف هو إيش قد بعده كان عن منطقة الانفجار حتى أحدد إنه هذا عنده مثلاً primary effect، هذا secondary، tertiary، يعني إنه تنطيني انطباع عن الانجري مالته. و intervening protection إنه هل إنه سووا فد من دي يوصلوا للمستشفى، هل إنه سووا فد interventions معينة دي يحافظون عليه أو لا. اللاندماين انجري اللي هي هاي النوع الانجريز اللي يصير من الالغام اللي يحطوها بالقاع، يعني واحد هو دا يمشي وداس على الغم وانفجر بيه، هاي يعني عاده انه تسوي loss of the extremity، يعني ممكن انه الرجله كلها يصير بيها amputation نتيجه الانفجار اللي صار. اكيد هذا نحتاج انه نوديه للامرجنسي ديبارتمنت، وغالبا انه يعني تكون انه الاكستريميتي مالته رايحه تماما، يعني هسه مثل هاي الصور، يعني هاي ما راح يرجعون يقدرون انه يسووا لها attachment لأنه هي كلها تفسخت. هنا نهم عدنا هاي نتيجة landmine injury اللي هي نتيجة الحقول الألغام اللي بالحقول يحطوها. هاي أنواع مختلفة من الwounds اللي ممكن نشوفها. بالنسبة للهوموسايد بومبر كاجواليتي اللي هو يعني الأشخاص اللي نجيبهم للطوارئ وراء حادثة انتحار، اللي هو واحد يعني يفخخ نفسه وينتحر، هذا طبعا شنو الإفكت هم تعتمد إنه أنا شقد كان بعدي عن الشخص اللي فجر نفسه. إذا أقل من متر ممكن الشخص هذا اللي قريب يصير بي vaporization، يعني كله يتفسخ وحتى يعني يجمعون أحشاء قوة. إذا ثلاث أمتار ممكن يصير عنده missing body part وممكن يموت. إذا أكثر من 3 أمتار ممكن إنه يصير أكو بزار fragments، أكو مثلا إنه صاير عنده wounds، ممكن إنه بس إنه باقي من عنده أجزاء. فيعني إنه هو تعتمد إحنا الإفكتس راح تعتمد على إنه شقد البعد عن منطقة الانفجار. الارمورد فيكلز اللي هي السيارات المفخخة هم إنه أكيد إنه الانجريز مالتنا راح تعتمد على إنه إحنا بعدنا عن هاي السيارة، بالإضافة للبعد هم راح تعتمد على نوع المتفجرات اللي مستخدميها، شنو التوكسيك غاسز اللي موجودة، البلاست انجري اللي تعرضنا لها مال الانفجار، الميسايلز اللي هي نفسها يعني الفراغمتس اللي تطلع لها الشظايا، البلاست اوفر بريشر تأثرنا بالضغط العالي نتيجة الانفجار، شنو ممكن عندنا توكسيك غاسز. هي طبعا التوكسيك غاسز حسب الكومبوننتس، يعني انه احنا كل مادة متفجرة هي يجوز بها انواع غازات تختلف عن المادة الاخ. الفوس جين اللي هو هذا يعني نوع من الغازات اللي يدخلوها بالمتفجرات بالكمبسشن يعني وتكون توكسيك، يعني ممكن واحد يستنشقها يتأثر بها، ممكن تسوي significant pulmonary toxicity تسوي تسمم بالرئة.
الترياج طبعا احنا مالتنا من يجيني شخص ورا مثلا انفجار، قلنا اتفقنا انه نسوي ترياج اللي هو البرايورتايزنج، يعني انه انا اعرف هذا المريض حالته اصعب من المريض اللي وراه، اكيد احنا نعالج المرضى اللي هم حالتهم كلش سبير قبل المرضى اللي هم ممكن ينتظرون شوية. فاحنا نعتبره هو emergent اذا كان عنده pulmonary edema، صار عنده ورم بالرئه مالته، بينما اذا هو كان انه hypotensive وcyanotic هذا ما نسوي له يعني emergent intervention، ننتظره نشوف حالته راح تتحسن لو راح تسوء. هذول طبعا الاشخاص اللي تعرضوا شنو تعرضوا لغازات سامه. التريتمنت مالتنا هو اكيد pulmonary support، يعني احنا نسوي intubation حتى ندخل له هواء، بالاضافه الى الميثيل بريدنيزولون اللي هو يعني ستيرويد، وهذا الستيرويد احنا ننطيه حتى نقلل الانفلاميشن، وهذا الشيء كلش مهم. يعني احنا من يصير pulmonary edema، الادمه من يصير اللي هو التورم اللي يصير داخل الانسجه مال الرئه، هذا راح يمنع الانسبيريشن والاكسبيريشن، يمنع عمليه التبادل الغازي، فنحتاج انه نعطي ستيرويد اللي هو يقلل الانفلاميشن، بالتالي راح انه يقلل لي هاي الورم اللي داخل الرئه. نجي الى الـ unexploded ordnance اللي هي هاي المتفجرات اللي ما انفجرت، يعني انه شخص انصاب انضرب بيها بس انه هي بعدها ما مفجوره، هاي طبعا شغله خطره. اوكي سوري فور ذا انتربشن، نرجع الـ unexploded ordnance اللي هي عباره عن المتفجرات اللي ما منفجره، يعني انه امبيدد بداخل جسم الشخص بس انه هي بعدها ما انفجرت. طبعا هاي مهمه انه اني من اجي اتعامل ويا هذا الشخص لازم انه اني اكون يعني السيفتي مالتي كلش عاليه، مثلا انه واحد انه يحاولون انه يكون شخص واحد هو اللي دا يتعامل ويا هذا النوع من المريض، لانه على اي لحظه ممكن هاي المتفجرات تنفجر، واذا تفجرت داخل الطوارئ يعني هاي كارثه. فاذا انه هاي الانكسبلودد اوردنانس احنا اهم شيء عندنا يكون اليونت سيفتي، يعني انا مو حتى انقذ شخص واحد اعرض بقيه الاشخاص اللي هم بالطوارئ، المرضى اللي بالطوارئ والكادر كله انه اعرض للخطر. delayed triage category at all levels، الانستيجا اللي نستخدمها هاي كلش مهمه، لازم اني استخدم local anesthesia وregional anesthesia، ما اسوي له يعني general anesthesia، لانه بالgeneral anesthesia احنا ممكن نحتاج نعطي اكسجين، والاكسجين ممكن يحفز الانفجار مال هاي المتفجرات اللي بعدها ما منفجره. نحاول انه سيرجن واحد هو اللي يشتغل العمليه مو اكثر من واحد، يعني انه حتى نقلل التضحيات من الكادر. wide debridement و no POVI. POVI هو نوع من التداخلات الجراحية اللي ممكن هم انه تخلي هاي المتفجرات انه تنفجر. and do not rotate the munition اللي هو هاي المتفجرة انه اني ما اتلاعب بيها، لانه ممكن على اي تحريك زايد من عندنا ممكن انه تنفجر. اوكي بس شلون ممكن نتعامل ويا الوونز والراديولوجيكال ايجنتس؟ اول شيء احنا يعني وي شود بروتكت ذا يونت وبروتكت ذا بيرسونال، يعني وحده الطوارئ والاشخاص والكادر اللي موجودين بهم، احنا السيفتي قلنا هي بارامونت، يعني في شيء كلش مهم. دي كونتامينيت اوبن وونت فيرست، يعني اذا كان عندنا احنا جرح مفتوح لازم نسوي له دي كونتامينيشن، يعني ننظفه نوخر منه انه نسوي له ديبرايتمنت، يعني نوخر منه التشو اللي ميت. نجي انه الترياج based on conventional injuries and modified by radiation injury level، احنا الترياج مالتنا يعني حسب انه نشوف هذا الووند، هل انه هو ووند اخطر من الاخ، فاحنا قلنا انه الووند الخطر والمريض اللي حالته سبير هو اللي نتعامل وياه بالبداية، مثل ما اتفقنا نسوي debridement. هذا debridement خاصة انه هو للopen wound اللي exposed to ionizing radiation، اذا تعرضوا الى radiation الى اشعة and ممكن انه هم احنا ما نسوي debridement كامل، يعني بالبداية نسوي debridement للنسيج اللي واضح هو ميت، وراها انه ورا مثلا 36 الى 48 ساعة، ورا يوم الى يومين نرجع انه نشوف المكان مرة لخ، واذا شفنا انه بعد اكو انسجة ميتة هم نسوي لها debridement مرة لخ. if unable to close within 48 36 ساعة of radiation exposure or delay 2 months after injury، فاذا احنا الwounds اللي هي contaminated، يعني صاير بيها اصابة مثلا contamination bacterial infection
او الوونتس اللي متعرضه الى راديشن، هاي نسوي لها دي كونتامينيشن ونسوي لها ديبرايدمنت، بس انه احنا ما نسدها مباشره، يعني مو انا سويت الديبرايدمنت واجي قبل اسوي لك كلوجر، لا، ورا 36 الى 48 ساعه اجي افحص الووند مره الاخ، اذا احتاج انه اسوي له ديبرايدمنت بعد اسوي له، ووراها الا اسده. اذا ما قدرت اسده خلال هاي الورا يومين، ممكن نتيجه انه هو مثلا دا يصير بي انه دا يصير بي ديث بعد اكثر، فاني ممكن اظل ابقيه مفتوح لفتره اطول، فممكن نسوي ديلايد يعني كلوجر، هو راح ينسد من واحده ورا شهرين. اوكي، اذا كانت اكو بايولوجيكال ايجنت، شلون نتعامل ويا البايولوجيكال ايجنت؟ هنا احنا حكينا على الوونتس والراديولوجيكال ايجنت، يعني انه تعرض الى الاشعاع، يعني صاير انه فد جرح وبالاضافه لهذا الجرح متعرض الى ايونايزنج راديشن، قلنا شلون نتعامل وياه. بس اذا كان اكو جرح وبايولوجيكال ايجنت، بايولوجيكال ايجنت اللي هي مواد كيميائيه مثلا صايره على هذا الجرح، اول شيء هم انه اكيد احنا اول شيء مهم عندنا هو اليونت يعني الوحده مال الامرجنسي والبيرسونال، نسوي دي كونتامينيشن اوف بيشنت ريكوايرينج ارجنت سيرجري. الدي كونتامينيشن مالتنا راح يكون انه نغسل المكان وذ 0.5% هيدروكلورايد سوليوشن. اوكي، فاذا احنا حتى نسوي decontamination للووند اللي متعرض الى biological agent نستخدم hydrochloride solution تركيز مالته 0.5، او ممكن نستخدم household bleach اللي هو هذا البليتش ما اعرف شو يسموه القاصر، البليتش نستخدم انه واحد من عنده، طبعا نخففه بتركيز يعني 1:9 نخففه بالماء، and they should be neutralized within 5 minutes، يعني نستخدمه حتى نسوي neutralization for the biological agent اللي صار بها contamination. ما نستخدم طبعا الهيدروكلورايت بالعيون ولا بالبادي كافريز، يعني مو مثلا واحد بطنه مفتوحه واريد اعقم بطنه واستخدم هيدروكلورايت، ولا بالنيرف تيشو. ممكن انه بديل عن الهيدروكلورايت نستخدم يعني مي وصابون.